قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين قاموا معي ببذل جهد لإخراج المجلس لإخوانهم. أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظنا وإياهم بحفظه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يطلب نصائح للمقبلين على الزواج أو في بداياته، أنصحهم أن يختاروا ذات الدين، قول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك أنصحهم بتقوى الله في نسائهم، فخيركم خيركم لأهله، أو بالاستخارة بين يدي الزواج، وأن يختاروا بيوتا طيبة يناسبون يصاهرون أهلها. هذا. وأن ينظروا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلتزموها. بارك الله فيكم. حكم لبس السروال إذا توفر فيه التقصير، لا بأس به، ويكون واسعا ليس بالضيق المجسد للعورات. سائل رجل يسأل سائل: ما قيمة زكاة الممتلكات غير النقدية؟ الممتلكات فيها تفصيل. إذا كانت قنية تقتنيها، منزل تسكنه، ليس فيه زكاة. إذا كانت عروضا للتجارة، تقوم كمال وتزكى زكاة مال. هل يجوز العمل عند النصارى؟ يجوز بضوابط: أن يكون العمل حلالا، ولا يعان به النصارى على إيذاء المسلمين، ولا تضيع معه فرائض الله، وأن لا يستذل فيه المؤمن. ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوة أخي ذي النون؟ اسناده ضعيف. صحة حديث: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. الحديث صحيح. هل فحص الطبيبة للمريض يبطل وضوءها؟ لا يبطل وضوءها. هل يجوز استثمار أموال الزكاة الخاصة بي؟ لا يجوز لك يا أحمد، أخرج زكاة مالك. حكم التكلم مع فتاة لخطبتها بقدر الكفاية، تكلم مع أهلها، اتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها. حكم لبس النقاب من غير لبس قفاز اليد، على المرأة أن تستر يدها لحديث المرأة عورة. حكم كتاب السيوطي الذي يتحدث عن أبوي الرسول أنهما في الجنة، كتاب جله أحاديث ضعيفة ولا تصح. هل الصوان بدعة؟ أخذ العزاء مشروع، وتختلف صورة أخذ العزاء من بلد إلى بلد. أما الصوان والإتيان بمقرئ وأخذ ذلك من أموال الأيتام فذلك لا يجوز. يقول وإلى محمود الشيخ صلى الله على محمد وسلم: هل يجوز أن أرقي نفسي وكيف يكون هذا؟ نعم يجوز. تدفل في يديك وتقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد، وتمسح وجهك ورأسك ما استطعت من جسدك. كريم أسأل عن حكم مد الرجلين في اتجاه القبلة في المسجد، لا بأس بذلك. وجزاك الله خيرا يا أحمد بن علي بن عبد رب النبي. ما حكم قول والله العظيم 3؟ لا بأس به كيمين من الأيمان، فهو تعقيد لليمين.
هل المرأة تتكلم مع من يعمل في بيتها لبناء توجهه للعمل؟ نعم بالمعروف. هل تهجر الأخت إذا لم تمتثل لنصحي وفعلت كل ما بوسعي وقالت لا تنصحني؟ فأنا أرى أني لست مخطئة على حسب المقامات يا شريف. إن شاء الله نستعين بالله على عمل الكتاب في الأحاديث الضعيفة والصحيحة. ما حكم الطلاق بالعصبية؟ إن كانت العصبية أخرجتك عن وعيك وأفقدتك التحكم في نفسك فالطلاق واقع لا يقع، أما إذا كانت لم تخرجك عن وعيك فالطلاق واقع. حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ أمر في ذلك واسع، ولكني أرى أنه يفعل عند النوازل. قراءة سورة الإخلاص 11 مرة للميت لا يصح في ذلك خبر. حكم اشتغلت شغلة وربحها في شك أنه فيها إن فيها مال حرام وأنا محتار شو أعمل بالربح؟ إذا كنت شاككا تصدق بجزء واحتفظ بالآخر. كنت موقنا بحرمتها فأنصحك بالتخلص من المال الذي جاء من ورائها. يكره النذر ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. يونس، هل التزوج بالثانية دون علم أهلي دون علم زوجتك فأنت شخص غشاش؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا إسلام. الله يفرج هم إخواننا في فلسطين يا رب. تارك الصلاة لإبليس، الكلام إلى آخره لا أعلم له سندا. المال المتغير الغير ثابت عليه زكاة، ما صفته أيضا يا محمد بن عبد الحي؟ يقول فلان يريد سلعة معينة، ما حكم أني أشتريها وأمتلكها ثم أبيعها له بالتقسيط؟ هذه حيلة من حيل الربا. أحمد يحيى، حكم مبادرة البنك المركزي بشراء بضاعة بفوائد 5%، الفوائد قلت أو كثرت حرام؟ هل هناك رواية صحيحة في رفع المسيح عيسى عليه السلام؟ قوله تعالى بل رفعه الله إليه، ما وراء ذلك فموقوفات. هل تعفى المرأة من عدة الطلاق إذا كانت بعيدة عن زوجها لسنة أو أكثر؟ لا تعفى. هل يجب سجود السهو على من نسي دعاء القنوت في صلاة الفجر والوتر؟ لا يجب. حكم التعامل مع الجن سواء الكافر أو المسلم؟ لا يجوز. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حكم تعقيم اليدين بالكحول وأنا على وضوء، مكروه، غيره أفضل منه. في كل سنة نقيم الولائم، عفوا السؤال، في كل سنة من هذا الموسم نقيم الولائم على أحد أجدادنا، حيث تقام مع هذا اللعب بالخيول ويجتمع الناس من المناطق المجاورة، ما حكم الأكل منها؟ تلك بدع ومحدثات. أحب سماع الشيخ عبد الباسط ولاجد أجد في قلبي من طريقة الوقف في وسط قراءته وقول ممن حوله كلمة الله، ما الرأي؟ الأمر في ذلك سهل. ما صحة حديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس؟ الحديث ثابت صحيح ويفيد أن كل شيء مقدر، حتى العجز مقدر على من كتب الله لهم ذلك والكيس الجماع. وقيل الفهم، هل على الزكاة على المال المدخر، هل على المال المدخر زكاة وكيف تؤدى؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والزكاة سنوية. ما حكم الجزاء والإجزاء؟ بارك الله فيك. كلام على حسب الموقف الذي
تأتي فيه هذه الكلمة، حكم المرأة إذا طلبت طلاقها وبعد أن هديت قالت ما أدري كيف طلعت الكلمة مني، هل أبقي عليها أو أطلق؟ يا أبو أصيل كن أصيلا، أبقى عليها، النساء ضعيفات. القنوت في البيت بعد صلاة الفجر كيف تعمله يا محمد بن عماري؟ الدعاء بعد الصلاة مستحب عموما. محمد حكيم، صلاة قيام الليل هل تجوز الساعة 11:30؟ نعم تجوز، أسباب التابعة وعلاجها. ما أدري إما معنى التبعة، أنا عين صبيتني إيش أعمل؟ اقرأ على نفسك، قل هو الله أحد والمعوذتين. حكم الضرائب والضمان في الإسلام، الضرائب ليس عليها مستند، أما الضمان فلا بد فيه من التفصيل. هل أرباح البنوك حرام؟ نعم حرام يا ثروة. جزاك الله خير يا أبا أصيل. ما حكم شراء بضاعة تظن أنها مسروقة؟ لا يجوز. جوز تأخير صلاة العشاء إلى متى؟ قلنا إن وقتها ينتهي إلى الفجر، على ما اختاره من أقوال العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل إعطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه سراقة أساور كسرى أم ألبسه إياها فقط؟ الله أعلم، لم أقف على سند ثابت بذلك، يحتاج إلى مراجعة. ما معنى أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما؟ كانت ملتصقتين. وجزاك الله خير يا مصطفى، أريد أن أحفظ القرآن لكني لا أعرف نيتي في ذلك. أحفظ القرآن، لا توسوس. ما حكم تحديد النسل للطفلين فقط؟ الأخ أحمد بن ربيع يسأل، تلك أمور مكروهة، استكثر من النسل يا أحمد، تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. هل على الأرض القضاء المدخر زكاة ولم تكن هناك نية لبيعتها وبعد شراء بعد السنة جاءت النية؟ أحسب الزكاة من يوم أن عزمت على بيعها ومرت سنة على هذا العزم. حكم النوم على البطن جائز، لأن حديث أن هذه ضجعة يبغض الله حديث ضعيف. هل تجوز متقاطعة أختي المتبرجة لكوني نصحتها كثيرا وإن كنت تهجرها لله؟ جائز الهجران لله لأهل المعاصي. عندما أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات كالذي يقرأ 60 حزبا؟ لا. حمزة بن نصر، استر على نفسك. الدروس الخصوصية هل عليها زكاة؟ لا، إذا اجتمع معك مال من الدروس الخصوصية بلغ النصاب ومرت عليه سنة زكه. برداك، الله يوفقنا وياك يا برداك. أنا أملك مالا حال عليه الحول ونصفه لم يحول، عفوا، أنا أملك مالا حال عليه الحول ونصفه لم يحول عليه، هل أخرج فقط على النصف؟ إذا كان النصف متولدا من المال الأصلي أخرج على الجميع، إذا كان النصف دخل عليك من أي باب كهبة ونحوها انتظر به سنة إن شئت. هل يجوز الابن أن يكون وليا لأمه في الزواج؟ نعم يجوز، سدد الله عنا وعنك يا كنوفيا. وجزاك الله خير يا حمزة، أريد قراءة كتب سنة ولكني كمبتدئ ما أسماء الكتب التي تنصح بها؟ أنصحك بقراءة كتاب سالك، كتاب رياض الصالحين. هل يجوز الدعاء لمن مات منتحرا؟ يجوز. يقول، سؤال طويل شوي، الله يسر أمورك يا حسين. ما حكم مقاطعة الأخ لأخيه مع محاولة إخوته طلب السماح والاقتراب منه وطلب العفو ولكن يبى ذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجزاكم الله خير يا إسماعيل ابن ممدوح، هل يجوز أكل لحم غير كامل في الطهي؟ نعم يجوز تأكل لحم غير كامل في الطهي، يعني نص طهي لا بأس، على حسب قدرة أسنانك، إذا كنت
قوي انت كل براحتك. امي تريد زياره مسجد الحسين، هل امنعها؟ امنعها، لانها في الغالب اذا ارادت زياره هذا المسجد انما تظن ان الحسين ينفع او يضر. حديث سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت الصواب وقف على أبي سعيد الخدري، لكن الجمهور على العمل به. راعي الغنم هل يجب عليه حمل الماء للوضوء أم يتيمم فقط؟ استطاع أن يحمل حمل ما استطاع فله أن يتيمم إذا لم يكن الماء موجودا. حكم قول سبحانك اللهم وبحمدك في الركوع والسجود جائز. شرح لنا أن التحيات لله تعني الحياة الكاملة لله، هل هذا صحيح؟ هذا أحد الأقوال في الباب. تحيات لله التعظيمات لله. أنت مثلا في الدنيا، في الدنيا مع الفارق لا شك ولا ريب، قل تحية العالم يعني تعظيمك للعالم. تحيات لله التعظيمات والتبريكات لله سبحانه، فالفضل كله منه سبحانه. حكم سفر المرأة بدون محرم لا يجوز إلا للضرورة ومع رفقة الأمينة. حلق الدقن حرام. أعمل في نقطة طوارئ وصادف عمل يوم الجمعة فوصل الجمعة ظهرا لا بأس أنت مضطر يا أحمد بن لطفي. أخي مريد نسأل الله أن يعافيه. كيفية التعامل مع الأم العنيدة والفضولية؟ الله يجنبنا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن، الصبر عليها وعلى جهالاتها. حكم الزواج بالثانية حله الله إن كنت تستطيع العدل. لم أكن أعلم أن المال يزكى كل عام، فما حكم الأعوام السابقة؟ يعني ما نوع المال؟ أخشى أن يكون السؤال مرتب على سؤال سابق. هل يستطيع الجن العاشق إلى آخره؟ لا تفكر في جن عاشق ولا جن عاشق، عوض نفسك بالمعوذات. هل يجوز ذاهب للراقي للمستعين بالجن المسلم؟ لا يجوز ذهاب للراقي المستعين بالجن المسلم، هذا دجال من الدجاجلة. والنبي واستعان بجنين مسلم، وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حكما وجد شيئا في الطريق على حسب حجم الشيء، يعني وجد تركة كبيرة $1,000 مثلا يعرفها سنة، إذا وجد قلما سيكسر لا يعرفه ويأخذه لك أو لأخيك أو للذئب. حافظوا على قضاء حوائجكم، استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، حديث ضعيف. حكم قول الله حول ولا لا الله لا يحول ولا يزول ولا تدركه العقول، كلام غير دقيق وأراه خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. يقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، وكذلك يوم عرفات. بسم الله. حكم استخدام الملح في الرقى وطرد الجان، لا أعلم أي دليل، لا أعلم أي دليل على أن الملح له أي فائدة في طرد العفاريت. المعوذات هي التي تطرد الجن بإذن الله. السجدة في قراءة القرآن للمرأة بحجاب أم لا؟ الأفضل بحجاب. زوجتي تريد الخروج إلى الأسواق، كانت في حاجة تخرج تخرج معه وإلا جلست في البيت، أفضل لك وأوفر لأموالك. هل يجوز تركيب الرموش الصناعية للمرأة كزينة في البيت؟ أختار أن الرموش الصناعية وصل وأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل الجن يوقع فتاة من الدور الثاني والعلم كان معمول لها سحر؟ ما سمعنا الجن يأتي بامرأة يرميها من الدور الثاني. لا نحب أن ينتشر مثل هذا الكلام، وإن كان التأصيل يفيد أن الجن قال لسليمان عليه السلام أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لكن التوسع في مثل هذا الكلام لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحفظوا 26 جزءا، هل يجوز لو سألني أحد أن أقول إني ختمت؟ لا تكذب. وتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. ثلاثة حق على الله أونهم، الحديث حسن.
كلمة لنصارى مصر، نسأل الله أن يهديهم للإسلام. إن ربنا وربكم واحد، والمسيح عليه السلام رسول كريم ونبي أمين، لكن ليس بإله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويدخل الحمام، فهل هذا إله؟ المسيح بقي في بطن أمه كما يبقى الطفل في بطن أمه، فهل بطن مريم تسعى رب السماوات والأرض؟ إنكم يا معشر النصارى تقولون قولا كاذبا وزورا من القول ومنكرا من القول، فتوبوا إلى الله بارئكم وخالقكم. إن الله ليس له ولد، إن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مقولتكم تتسبب لكم في جهنم خالدين فيها، أعرضوكم عن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر، والنار موعدكم إن أنتم قابلتم ربكم على هذا. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. حكم توريد خضار وفاكهة لمطعم يقدم الخمور ضمن المشروبات، لا إثم عليك أن تتورد خضار. هل المرتد يورث؟ لا يورث. هل يجوز أن أعلم امرأة الأحكام والقرآن في الجوال؟ تلك تولد فتنة، إلا إذا كنت من غير أولي الإربة من الرجال. حكم ذهاب المرأة للعمرة دون محرم علما أنها تعدت 60. جوز هذا بعض العلماء مع رفقة الأمينة بناء على أن نساء النبي حججن في زمن عمر مع ابن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. ومنع فريق لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. بنت عمتي لبسها جن نصراني، أعمل إيه؟ ارقيها، أنت تامر، أنت رجل، لا ترقي بنت عمتك، أنت لست لها بمحرم. ادعو لها الله واجعل امرأة من الصالحات ترقيها وهي ترقي نفسها. ودعك من هذا الكلام، فهذا ضرب من الخرص والتخمين. حكم تحديد نوع الجنين أثناء عمل حقن مجهري، لا بأس بذلك إذا اعتقدت أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هو الله، وإنما هذا سبب. أصوم الأحد والإثنين والخميس، ما أجر ذلك؟ أنت مأجور عند الله. هل يجوز تأخير الصلاة بسبب المحاضرات؟ لا تتركها حتى يخرج وقتها، إن تركتها حتى يخرج وقتها فقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم تأخير إقامة الفجر لأكثر من ساعة إلا ربع، خالف فاعله السنة، لأن النسوة كنا انصرفنا من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ليعرفن من الغلس. عمل في شركة رأس مالها مشبوه، ما عملك يا عماري حتى نستطيع أن نعطيك الفتوى؟ هل تجوز تسمة المصلي والقرآن والقراء القرآن؟ لم أفهم سؤالك درغنوف، وضح سؤالك يا درغنوف. يسأل عن كلمة متدين أو ملتزم. المستقيم صالح أفضل من متدين وملتزم. حكم من يخاف من الله ويحبه لكنه يتغافل عن الصلوات كثيرا ويتوب ومن ثم يرتد عن توبته، اتق الله في نفسك فإنك لا تقوى على عذاب الله ولا على الوعيد، فالله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاتتني صلاة العصر وعند أدائها دخلت صلاة المغرب، صليت المغرب ثم العصر، هل ذلك صحيح؟ كيف عند أدائها؟ إذا كنت دخلت فيها فأكملها، إذا لم تكن دخلت فيها فصل المغرب ثم العصر. حكم العمل في البنك المصرفي لدى الدولة، أنصحك بالبعد عن العمل في البنوك، إنه يعيش في هولندا وأريد فتح حساب لأولادي لأوفر أقساط الجامعة، في غالية جدا، ولكن إن كان جائزا ماذا أفعل بالفائدة المضافة؟ تخلص منها. درش اللحية فرض أم سنة؟ اللحية واجبة. الله يرزقك بالزوج الصالح. يقول
صديق له نصراني، لا تقل مسيحي، فإن كلمة المسيح خطأ وظلم للمسيح. المسيح لم يقل أنا الله ولم يقل أنا ابن الله، إنما هم نصارى. من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم. زوجها أو يقول له صديق نصراني يريد دخول الإسلام ولكن أنا برا مصر، من فضلك إزاي أساعده؟ بالهواتف أو حوله لشخص مسلم يستطيع التواصل معه في بلده. هل يجوز أن أعطي مبلغا من المال ليضعه في تجارتي على أن يعطيني مبلغ شهري ثابت إذ كان يعطيك تحت الحساب لا بأس، أما يعطيك هكذا مقطوعا به قد يخسر فلا يجوز. تخيروا لنطفكم في أن العرق دساس، حديث ضعيف جدا. حكم المسح على حكم الانتفاع بإرادة الإصلاح البحث لا بأس إذا كانت أرضا مستصلحة. حكم المسح على الجوارب في الأرض الباردة، يعني أرض باردة ما المسح على الجوارب قال به فريق من العلماء إذا كنت لبستها على طهارة. المرأة المختلعة دون سبب ودون رضا الزوج هل هي مطلقة شرعا؟ إذا حكم لها القاضي بذلك طلقت. وليس لك أن تجبر زوجتك على البقاء معك وهي لا تريدك. هل جاوز العلماء النمص المتزوجة فقط؟ اسأل عن حديث رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة المتنمصة، وهذا عام. الوزاني يقول صح خلاص هذا مكرر. هل نزل القرآن بالقراءات السبع؟ الذي نزل قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخفاء عن مخطوبة بأن به ضعف؟ من غشنا فليس منا. أحكام صلاة السفر أحكام طويلة، حدد سؤالك. هل يجوز نسج قصص من الخيال من أجل دعوة أو توصيل فكرة في مسألة دعوة إلى الله؟ جوز هذا بعض العلماء بناء على قصة أم زرع، أم زرع وما فيها. فإذا كان المقصد أنك ترجع الناس إلى دينهم لكن لا تنسب أي شيء إلى رسول الله. إنه كهربائي، بعض الناس يوصوني بشراء بضاعة فأشتريها من مالي وأبيعها لهم بسعر أغلى بالتراضي، هذا فيه غش. إلا إذا كنت أخبرتهم أنك اشتريتها بكذا، أنت لست بتاجر. هل الصور المعلقة كالصور المخزنة في الدولاب؟ لا. أتى أهله في نهار رمضان عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. خلاص ناصر جبناك على سؤالك مرارا أن الحديث حسن، فلا معنى لتكريره أيها الأدمن كما يسمونك أيها المشرف على الأصح. تشفع يا رسول الله فينا؟ هل هذا شرك؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الرسول لا يشفع إلا لمن ارتضى الله له الشفاعة فيه. لهم لأهل سوريا وبأسوأ الأوضاع تجوز سرقة من أجل إطعام أطفالي إذا كانوا سيموتون. ما الحديث المعلول؟ الحديث المعلول الذي ظاهره الصحة ولكن به علة تمنع صحته. هل تجوز مصاحبة الملحد؟ احذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء، الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هل علي إثم إن لم أسمع كلام أمي فأن أسمي بنتي على اسمها؟ يعني إذا كانت أمك اسمها مثلا النعسة وأنت لا تريد أن تسمي النعسة مثلا، الاسم من حق البنت، ليس عليك إثم إذا اخترت لابنتك اسما طيبا. سماع الموسيقى حرام. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع نسائه الحلية؟ ليس الكلام هكذا على إطلاقه، بل كان لعائشة خواتم الذهب. قد استعارت عائشة من أختها أسماء قلادة، وكان
فقدانها كان فقدانها سببا في نزول آية التيمم كما هو معلوم. هل يجوز أن أجبر زوجتي على خدمة أمي؟ لا يجب علي، لا يجوز لك ذلك بالحسنى. عائلة زوجي نجلس معا، يعني إخوة زوجي الرجال ونحن النساء، ونتبادل الحكايات والمزاح. لا يجوز لك هكذا، لا يجوز لك ذلك الاختلاط. والنبي قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، حكم الزينة في المسجد تكره، حكما يدعو الناس إلى الدين ولديه قدرة وحنكة في دعوة الناس، ولكن مقصر في حق نفسي في الصلاة وأمور ديني. استعن بالله وأصلح نفسك أيضا، واجتهد في دعوة الآخرين. لماذا سمي الموت بالمصيبة؟ الله سماه بالمصيبة، يفرق بين الأحبة ويقطع الآمال الطيبة. أصابتكم مصيبة الموت. أخوكم من رجل جمع مال من حرام ثم مات، هل يرثوه أولاده؟ مع العلم أن مال والدهم اكتسبه من حرام، إذا استطاعوا أن يستغنوا عنه. إذا كانوا مضطرين يأخذوا بقدر اضطرارهم، وبعد ذلك يكثروا من الصدقات. نسيمة، عفوا، هل يجوز أخذ شيء دون علم صاحبه؟ إذا علمت يقينا أنه إذا استأذنته أذن لك، الأفضل أيضا الاستئذان. هل يجوز تسمية بنت دانيال وسارة ومريم وماريا، مع العلم أني سميها ماريا نسبة؟ سمي بأسماء الصالحات، أما ما هي على اسم أمة رسول الله لا بأس، أما سير الأسماء اختر أسماء صالحة لصالحين. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختي المتزوجة؟ نعم يجوز إذا كانت من أهل الاستحقاق. امرأة أرضعت طفلا بينها وبين أقرب ولد لها 5 أعوام، هل تثبت الرضاعة؟ نعم تثبت الرضاعة إذا كان يدر لها لبن. كيف أحب النبي أكثر من أبي وأمي؟ اسأل الله ذلك، اسأل الله ذلك وامتثل سنته. حلفت على زوجتي بطلاق أنها ما تخرج على بيت أهلها، ولكن وهي خرجت بس ما راحت بيت أهلها، لا شيء عليك ما دامت لم تفعل الذي حلفت عليها. هل إذا لم نذهب لصلاة الصبح في جماعة دائما تعتبر منافقا؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، الذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رجل، كيف نتخلص من التعلق بالخلق ونجعله لله وحده؟ اسأل الله ذلك. عمتي أرضعت أبي، عمتي أرضعت أبي، فهل بنت عمتي تحرم علي؟ بنت عمتك ستكون عمتك من الرضاعة، لأنها أخت لأبيك، أخت لأبيك من الرضاعة. سهام، أظن أن اسم سهام للنساء يعني كرهه بعض العلماء، سهام لمسة. 3 أخوات متخاصمين منذ 5 سنوات بسبب المادة، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم اتقوا الله وصلوا الأرحام. زوجتي تريد الخروج إلى السوق لوحدها ولكن أمنعها، أصنع. لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنك، إلا إذا اضطرت إلى ذلك. هل يجوز زواج بنت الخالة؟ نعم يجوز. يعاني من داء الثعلبة، هل يجوز حلق اللحية للتداوي؟ إذا كان للتداوي لا بأس. أهديت امرأة كافرة مصحف بنية الهداية وحكم الدعاء لها بالإسلام، هل علي ذنب بسبب أنني أعطيتها المصحف؟ إذا كنت أعطيتها المصحف ونيتك أن تهتدي وشعرت منها بذلك لا بأس بذلك إن شاء الله.
أقطن مع زوجي في مدينة بعيدة عن والدي وأزورهم مرة في السنة، أشعر وكأني مقصرة. إذا كنت يا أخت نادية تتواصلي بالهاتف فإن شاء الله بإذن الله يجزئ هذا ما دام ليسوا بحزينين. خير الأسماء ما عبد وما حمد لا يصح. سألت مرتين هل يرى المؤمن ربه أثناء الحساب؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث الآخر يدني الله المؤمن ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ففي النهاية قل أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حكم الغسل بالعدسات اللاصقة لا بأس، حكم الوضوء بالعدسات اللاصقة لا بأس. الدجوي وعليكم السلام يا أبا عمر. هل تجوز صدقة بقليل من المال لإنسان غير مسلم؟ لا تكن من الزكاة يا نهدي. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ لمسه ليس الجماع لا ينقض على ما اختاره من أقوال العلماء. حكم يصلي في البيت عندما يسافر إلى قريته بدعوى أن الإمام يصلي بالسدل ويدعون جماعة. إذا كان مسافرا يجوز له أن يصلي في بيته، لكن إذا كان من أهل البيت يصلي في الجماعة وإن فعل الإمام ذلك. الحزن على الميت أكثر من 3 أيام هل حرام؟ هل أنت تملك الحزن من عدمه؟ إعادة السؤال 10 مرات هل يجوز هجر الأب الذي يعتقد بمعتقد الأحمدية وأتباعه من باب الإنكار عليه لعله يرجع إلى معتقد أهل السنة؟ الله قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أعطيت أبي مالا فذهب به لمولد السيد البدوي، بئس ما صنع، بئس ما صنع أبوك، عليه أن يستغفر الله. حسن بن سعيد هل مسح الرجلين في الوضوء قول معتبر؟ لا، ليس بمعتبر، ويل للعقاب من النار. هل غسل النظافة يجزى عن الوضوء؟ لابد أن تصحبه نية يا شريف. رجل أعطى لرجل مالا ليشغله في التجارة هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، أيهما أخرجها فلا بأس بالتفاهم. حديث أن بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين في سنده ضعف، ومعنى بريء أنه إذا نزل به بلاء لست بمسؤولا عنه. هل تلبس المنتقب النقاب أمام نساء أهل الكتاب؟ لا تلزم بذلك. أقتل مع زوجي في عفوا، ما معنى هذه الآية؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تعبدوا غيره. ولماذا ندعو مع الله محمد؟ يا بدوي بدوي، هل نحن نقول يا محمد اشفنا؟ كيف ندعو مع الله أحدا يا بدوي؟ قل أشهد أن محمد رسول الله. بدوي راجع عقليتك، أخشى عليك من الزيف. أسكن بعيدا عن المسجد علما بأني أعيش في بلاد الكفر، هل تسقط عني صلاة الجماعة؟ إذا كنت بعيدا ولا تستطيع لا بأس عليك. هل يجوز تزيين البضاعة؟ يعني قفص الطماطم الظاهر غير الباطن، من غشنا فليس منا يا هويدي. توشيش الفاكهة وتوشيش الطماطم والبطاطس، يضعون الظاهرة أفضل من الباطن، غش. قد قال النبي من غشنا فليس منا. بهذا القدر أجتزي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم ولن يتركم الله أعمالكم، إن ربكم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فالفتيات في الجامعات عليهن بالدعوة إلى الله، وهي أبرك الدعوة إلى الله من الشهادة التي ستحصل عليها الفتاة. الإخوة والأخوات عليهم جميعا بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله سبيل أهل الإسلام، سبيل رسول الله وأصحابه، سبيل رسل الله الكرام كلهم.
فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيكثر من الدعاء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقنا الله وإياهم لكل ما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.